يا مرحبا وسهلا فيكم، معاكم معين البستكي. احنا نتفق مع رومان رينز بان الدم اثقل من الماء واقتنص الانتصار منه، ولكن ابى الرجل ذو الاراده الحديديه الا ان تكون الفرصه له في مواجهته ضد بروك ليزنر على اللقب الذي كان له اليونيفرسال شامبيون. خرج برون سترومان لوسط الحلبه بردا وسلاما، وتهديداته كلها كانت موجهه لبروك ليزنر، وهني طلع بارن كوربن ودخل خشمه بشيء ما يخصه، والضحيه كانت الليموزين لمستر مكمان، مما ادى ان مستر مكمان يقرر انه يسحب البلاط من تحت ريل برون سترومان. بعدما على خبر اصوات الشيك اب اللي حيكون في رو سماك داون الاسبوع القادم، مراريه فرحة ذا نيو داي كملت في سماك داون وفازوا في النزال. إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، وإن كنت إعصارا فقد لاقيت أسطورة. ذا أندرتيكر قام ليقف في وجه الظلم، فقد سمع صدى اعتداءات شين مكمان على رومان رينز، فخرج عشان يوقف عند حده. المواجهة بين المستقبل والخبرة، وإي جي ستايلز ضرب بعرض الحائط الاحترام ومشى في طريق الانتقام. نشم رائحة مواجهة بين ايج ستايلز وريكوشي على اليو اس تشامبيونشيب، فهل هو اكستريم رول؟ يا لمكر بارن كوربن، اراد ان يخلب الكفة لصالحه بليسي ايفنز بتدخلاتها، ولكن طفح الكيل ووصل السيل الزبا، فخرجت بيكي لينش لتساعد الغالي عندها، وان تستغل الفرصة وتكسب الانتصار لسيف رولينز. او ماي جاد، ذا ايكون، ذا فيجيلانتي، ذا فرانشايز، سيف ان ذا هاوس جايز. We have to all try that together right now. Oh! Roman Reigns, Mojibia, what is your feeling toward the reunion of the Shield? It's really neat because we've grown so much in the past 3 years. But I think something in that match made it so proud for you. That was when the audience caught the yes chant in that match, wasn't it? They felt bad for me. And not only did they feel bad for me, they wanted me to succeed better than that. And Triple H is essentially a boss. And I got to punch my boss in the face. And that's awesome. It's been wonderful. What would be the dream match? The person that you would want to face that I've not faced? I'd probably pick Shawn Michaels. It's just too sweet! 4-time tag team champions and more to come. Remember, if you're gonna do it with flair. راي ميستيريو هني في دبي في ولعوها، بوياكا بوياكا، ساشا بانكس، فين بالر جاينا مع موج اليوم، رفع اثقال تمارين لمده 3 ساعات، انا نص ساعه واللي فيني حل وما طحت اسعاف الله يعينه. الحمد لله. الحمد لله. We've been like doing this practice for an hour now, an hour and a half. يوم كامل من التدريبات مع مستر موجو رويلي مندي. We'll have some Mandy. حلقتنا لهذا الأسبوع وصل لنهايته، أكيد نشوفكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة من WWE ولعوها.